تحية طيبة مشاهدينا الكرام، وأهلا بكم إلى موجز أخبار الآن. أعلن مصدر في الحشد العشائري العراقي بمحافظة الأنبار عن مقتل 4 انتحاريين عندما هاجموا ناحية البغدادي بعد دخولهم إلى قرية السحل في مدينة البغدادي لمهاجمة القطاعات العسكرية والعشائرية، حيث بكشف العشائر المخطط الإرهابي تتبعت الانتحاريين الذين تنكروا بزي مدني ومحاولتهم اقتحام مقر الجيش، مما أدى إلى إطلاق النار من قبل العشائر باتجاههم بشكل مكثف مما تسبب بمقتلهم جميعا. أعلن قائد الشرطة الاتحادية العراقية الفريق رائد شاكر جودت في تصريحات صحفية اليوم الاثنين تحرير المزيد من قرى قضاء تل عفر شمال غربي البلاد من احتلال داعش الإرهابي، وقال جودة إن قواته تمكنت من تحرير قريتي ملا جاسم وعبرة عزيز من احتلال تنظيم داعش في المحور الغربي من قضاء تل عفر بمحافظة نينوى شمال العاصمة بغداد. ارتفعت حصيلة اعتداءي إسبانيا اللذين تبناهما تنظيم داعش إلى 15 قتيل بعدما ربطت السلطات مقتل رجل عثرت الشرطة على جثته في سيارة قرب برشلونة بالاعتداء الذي شهدته المدينة. أعلن النائب في الجمهورية في مارسيليا أن العمل المتعمد لشاب صدم بسيارته موقفين للحافلات في مارسيليا بجنوب فرنسا مما أسفر عن سقوط قتيل وجريح ليس عملا إرهابيا، مؤكدا أن التحقيق يتجه إلى فرضية الاضطراب النفسي. قتل مسلحون 9 أشخاص وأصابوا 10 بجروح في هجوم شنوه على بلدة في الفلبين فجر اليوم، حيث أحرقوا منازل بينما كان النساء نائمات والأطفال أيضا نائمين، وذلك بحسب ما أعلنت الشرطة. وأفاد قائد الشرطة المحلية لوكالة فرانس بريس أن نحو 60 من أفراد جماعة أبو سياف التي تقوم بعمليات خطف مقابل الحصول على فديات دخلوا بلدة في معقلهم بجزيرة باسيلان في منطقة مينداناو الواقعة جنوب البلاد حيث بدأوا بإطلاق النار. قتل 750 شخصا على الأقل جراء الفيضانات في الهند والنيبال وبنغلاديش، وذلك بحسب حصيلة جديدة للسلطات أعلنت عنها اليوم، حيث تضرب سلسلة من الفيضانات وانزلاقات التربة هذه المنطقة منذ الأسبوع الثاني من الشهر الجاري، ويقضي المئات سنويا في انزلاقات التربة والفيضانات جراء الأمطار الموسمية التي تضرب جنوب الهند في أول حزيران يونيو وتستمر 4 أشهر في جنوب آسيا. نهاية الموجز، أنا أشكر لكم طيب المتابعة وإلى اللقاء.